القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بقطاعات العدالة والمالية والنقل، إلى جانب عروض حول التحضيرات الجارية لتنظيم الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني في ظل الوضعية الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. إذن وكما تشاهدون هي صور الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بقطاعات العدالة والمالية والنقل، إلى جانب عروض حول التحضيرات الجارية لتنظيم الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني في ظل الوضعية الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.